الناس هنا يهاولوا يحاولوا. انا جدي ساكن هنايا 60 عام، حنا 50 عام وحنا بانيين فوقي. هاد الناس هادو فين كانوا؟ واش هاد الناس الاصليين ولا غير شي شركه وهميه عدلت؟ واش هاد الناس هادو خصهم يهجرونا ولا حنا ماشي مواطنين مغاربه؟ وفين كانت الدوله ملي كانت هادشي هذا؟ هادي 50 ولا 60 عام مثلا، قلت لك حنا 50 عام وحنا ساكنين هنايا، فين كانت الدوله هادي 70 عام؟ وكاين الناس هنايا في الشارع باينه بالرخصه، كيقول لك 14 هكتار، ودابا هما السياسه ديالهم باش ما يوقعش هاد الهراج، كيمشيو لواحد الزنقه كيقتلوا جوج الناس، ودارنا هنا ودار منا وكيهبطوا للمحكمه، داكشي عندهم التسلسل. لا حنا حاليا ما قام وصلتش، الجيران كاين اللي كيقولوا وصلت لهم، فهمتي؟ جاتهم استدعامي ان جوج من الزنقه، واجينا جيب من كل شيء، هود كل شيء، ماشي واحد واحد، باش الناس تعرف شنو غادي تعمل. هادشي هذا ماشي الله احسن العون. تالي بنينا وتالينا والحجه ديالنا وكل شيء ديالنا، ولادنا بولادهم ولادهم بولادهم، شي يسالونا احنا ما خارجينش من دارنا الحبيب، اللي يكون يكون، يقتلونا احنا. انا ما نكذبش عليك، الهضره واقفه. من 50 فوق برمجه وجين بولادهم، بولاد ولادهم، ماشي غير بولاد، مخلصين الضريبه، مخلصين الدار، مخلصين كل شيء ديالنا. علاش يسالونا هيدا؟ اش يسالونا؟ ماشي شي مهنا، بغاو يجي يقتلونا قتلونا، حنا الديار طاحوا في طارنا بالقطره، والله يجي يصوروا يدخلوا للديار، والله الا الناس طاحوا الديار كيطيحوا بحسب قدامي. دوستي اختها هادي والجيران ديالنا جاو، انا بقى ما جاتش خلفت عليا في واحد الدار اخرى. 60 سنه انا ساكنه هنايا بالكواغط ديالي بالوالده ديالي. لا شكرا. سنين كل شيء ديال الوالده ديالي كامل عندي. دابا انا خسرت حد من هنايا فيها، ومن الراجل مات لي ونخرج من الزنقه، انا ما خرجتش. تيحوا عليا، تيحوا عليا ولا ولادي. عرفتني محمد ماشي زينا حتى حنا من السماء من الارض. راه 60 سنه وانا ساكنه راه فينا 60 سنه في الديور ديالنا. ما جاتني خديمه انت براسي. ما نعرفها الحبيب. انا عندي 45 عام ساكن هنايا، 45 عام عندي خمسة ملكية بشرية، انا طرد الارض انا في الحومة تشوف ماشي الدعم مرتاح والودراس مع ال 40 قبل ما كاين هنا الحومة بقى خاوية، وانا ساكن في الحومة تشوف، ودابا غيخونا من الملكية ديالنا. احنا شارين، انا شاري من الاولي والثاني والثالث والرابع الخامس انا، وعندي 45 عام ساكن انا في الحومة تشوف، واليوم غيخونا احنا من الحومة مرتاح كيدعم على ال 40 ودراس سيدنا. راه قال بركه سيدنا، الا غادي يخونا حنا غنموتوا مع المصحف فلسطين، والله الا في فلسطين غيوقعنا هنا. ما كايناش هاد الشركه هادي، ما كايناش هاد الشريك. اذا تكون مخبى في شي بلاصه الله اعلم، ولا شي حاجه وهميه الله اعلم. على اي حال تكون ولا ما تكونش، هاد الناس هادو راه كاينين اصلا قبل هاد الشركه. كنعتقد انا راه انا خلق في هاد الحي بن كيران، انا الوليد ديالي شاري هنايا ملك، شاري مع عند السيد وعمل المسائل ديالو قانونيه. الناس اصلا دابا ما نهضروش هذاك الديار اللي تباعوا 4 نوبات ولا 5 نوبات. انا الوالد عنده الارض، شاري الارض باني، انا خلق في 84، انا خلق في 84 في هذا الحي هذا، يعني انا في عمر 39 عام وانا ساكن هنايا مجوج وعند ولادي. هاد الناس هادو اذا كيجيو كيهضروا على هاد الارض هذه، في كانت خانة هذا، وفي كانت هاد الدوله، وفي كانت هاد الحكومه، وفي كانت هاد المقاطعه، وفي كانت المقدم، وفي كانت قايد، وفي كانت الشيخ. الناس كاتبني بالرخص، الناس عندها الموضه، الناس عندها الوزيم ديالها كامله، انا عندي لاكارت ناسيونال فيها النمره الدار والحومه. غتقول لي تينا كاجي وعمي شي يدير ما يجيبني الانسان في الجاري جاتو، والجاري اذا جاتو راه جاتني وكاملي ماشي. راه اذا مشى الاولي راه مشى الثاني، واذا مشى الثاني مشى الثالث. راه كيتسنكل واحد تاكل الجماعه، ويد الله مع الجماعه، واللي كيخرج بالجماعه راه الشيطان.